de ce cœur. أخيرا ما بغشت لعبت اليوم شو اسمه فاينل؟ لا والله ما لعبت. كم وصلتوا انتم بالمية اثنيناتكم تقريبا انت وعزيز؟ لا هو بعدين بالمية مستر خلصه؟ شلون بالمية ما فهمت؟ كم بالمية تحس انك وصلت باللعبة؟ عزيز تعداني ما شاء الله. ما شاء الله. انا تقريبا نقول 75% 80%. اوه يعني عزيز خلاص 90 ولا انا تعديت؟ بسم الله. انت يوم صرفني اخر مكان ما شاء الله. انا قلت توني اوصل له. حلو راشد بس كنت قاعد يستمتع بكل انت رسمي تعديت. لا والله ما لعبت سباق ترى يمديكم من اليوم اليوم على ما انت يما ترى في كم يوم ليش 90 والله ما يصير خلصان قبل. لا انا على المزاج قاعد العب وراي عزيز تعجل شوي كان عشان سفرة لندن بعدين بطل. ايه صح. عزيز بعد ما تخلص راح تجيب لي الجهاز عشان العب اللعبة ها؟ بالعكس عزيز ما عندك الجهاز سويتش؟ لا عندي الجهاز اقصد تخليني العب شلون بلعب اللعبة لازم تعطيني حسابك عزيز. يلا لا لا استعبط يا شباب قلت له ماو ادري قاعد استعبط ادري قاعد اتحرش فيكم يا شباب عزيز مو مدمن والله فيكم خذ سوينة راشد وانا شنو العب سويتش اعطيك اعطيك البلاي ستيشن مالتي ايش في افا وين ال افا يا ابو رشد افا شي تفكيرك علي شلون قاعد العب والله اللعبه مسكين خلاص من الاول رايد الحين جيت خليه يخلص اي والله العظيم شقونا اوف اوف ابو ناجي سالفه يعني في ابو حلم واع ملاقه برضه عاوني خلص قبل الحلم خلص قبل الحلم بنسحب والله قبل الحلم زيها ترى ما له داعي هذاك اللي اول واحد كان يعرف يلعب ما شاء الله هذا نشوف اذا يعرف يستخدمه ولا لا يامنا شلون؟ لا والله كيف وينه؟ ما جاء وراك قاعد يطق يامي لاحقني شوف دامك قاعد يلاحق يامي ما راح يسوي تليبورت خلينا نكمل كمل دشيت الحلم لا دشيت الحلم ترى عادي صار قلت شوف الحلم ما راح ياثر عليك حلو؟ اهم شيء انك توقع الاماكن المكاين لان بيكون تليبورت سريع شاب ياكم اللي خلص الماكينة ياكم امشي بالنص بعد تلقى عزيز يركض بوجهك يا ولد شد الحلم ما ونساعد راشد ها عزيز طلع شنو هذا شلون يطلع دم من الماكينة اول ما يطلع دم من هاش هذا واقف هذا قدرته يعني طلع شلون؟ اي قدرته اذا دشيت الحلم قدرته كذا انا طلعت من الحلم ايش صار؟ هيلك يا عمي هيلك انا الماكينه طلع دم الحين بيجي اطلع بوي راج مستر انت مو ماكينه طلع بالنص طلع ورا الماكينه بالنص ما ادري انا عارف طلع ورا الماكينه والله العظيم طلع الحين وقفنا ماكينه لا انت مو طلع ماكينه وخرت راشد ولا يطلع على يميننا تخيل مهتم ماكينة عادي مدام عند الماكينة مدام حول الماكينة عادي يطلع اعتقد طحت من لوك زق يا عمي جاني شوف انا فوق راح اهيلك عزيز راح اهيلك فوق وجاني عزيز انا جايلك عزيز ها لا 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 خلك احنا يمه شباب ركزوا شوي ما تتواصلون الو قاعد يقول من اليوم يا شباب ايش فيكم؟ ما في احد عندي انا عندك انا ما هو عندي بعد اثنين عندي ما شاء الله انا شنو سندريلا
اي بعد تاخذ هايلك بسرعه. والله اني سندريلا. يلا يا خدمي روحوا خدمي. ها ما في اي هزه؟ في اي هزه؟ يا ليل الحركه الخايسه مالت هذه غثيثه يا ولد. نعم نشيني سيني كان جزل مكوني جزينا كل جزل مس. في هذا غبي بيحط راح يسوي تيليبورت. لا يا امي جا جا يا امي ترى وراه. سحبته 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 سحبته. انقذ 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 برشته. يلا رايح رايح يكبنيكم نفس المكان قاعد تركضون. قال سوي ماكينه لانه سحبته سحبته سحبته. يا عمي روح روح يا عمي روح روح قاعد يلحقني يا عمي روح. كفو 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 قاعد اهيل. لا لا قلت اهيل قاعد سهل راشد هيل شنو؟ ها انت قلت لي شو اسمه هو لحقني. روح يا ولد. لا والله فيلم هندي انت جايك وانا متدمج والله الله يستر. ياك بو روح 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 يدينك روح روح خلي عدون. هو كان لاحقني سحبته منك ليش صرت خلي شو اسمه؟ لا لحقني لحق ماو عقبه. اول لوك اول لوك يا شباب عندك تساعدون عادي انطر انطر. ما عندك حركه ولا ما عندك؟ لا لا شلتها شلتها مو شيء لا سلك. حرام والله. انا يمك انا يمك انا انقذك انا انقذك. سوى تليبورت يا شباب بس جايك 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 يمك انا انا جنبك انا خلاص الجهاز اللي هني. يلا خلها هيلك بس اول شيء. انا هيلك انا هيلك. يلا على ما تهيل نفسك يجيك الهنترز الكلب. لو شفت يا امي الزق تنحشت بسكر الحلم. وين الحلم؟ الحلم عليكم السلام. هلا والله علاوي ويلكم علاوي. هلا هلا بالمحبه. شلونك صديقي؟ ولا ولا ايش دعوه الصاخ هذا كله؟ واخر بعيد واخر بعيد يا عمي انا بشتغل على الجهاز. يلا يلا انا رايح اطلع من الحلم. عزيز وين رايح؟ مسكر حلمي كايمك. بسكر حلمي. السلام عليكم. قصيدي شكله يضحك يا ولد تركب. من جاي؟ لا 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 هذا شنو؟ شلون؟ ماو ماو تكفى تكفى ماو سوي سوي ماكينة. يلا يلا بستويها بستويها. واخر بعيد واخر بعيد. ليش ليش انا والله الحمد لله تمام. انت شلونك علوي؟ يا ولد ايش دماني انحشت انا ماو سوي ماكينة ماو. قاعد يلاحقني يا ولد لاحقني. مو معالقة عاد والله ماكينتها بخلصها ماو كانت تفلة. ماكينتش بقالها تفلة راشد. يخلصوها زين ما قاعد يشتغل واحد يطلع عسى 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 يا حلوي عسى يا شخصية عريق ضحك يا ولد. والله راشد قاعد تفلى راشد. هذا كم باقي لها؟ هذيك باقي لها تفلى خل اروح اكملها. قاعد يلاحق منهم والله هذيك قاعد تفلى راماو. رايح لها رايح لها عزيز خرا ما في وقت يا ولد خرا كل ما شو اسمه يبدا. انا نشيني كيني شاسين مخنوفين شون شدي؟ ولك شيرني شيرني. يا رب خرجنا خلص خلص عزيز يلا كا 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 مو رايح لها مو هو اقرب اقرب مني. انا يم عيدان مو بعيد. انا اسوي حركة الدم لا لا ما هو شال عيدان وشال عيدان انا يم مو بعيد. ها بسرعة بسرعة انا مو بعيد حيل قريب خلي عيداني. هلا عليك تستاهل عليك. خلاص خلاص. ليه وين ناروتو؟ عيدان فيني في هيلك ولا؟ روح عند التوتم انا اروح عند التوتم روح روح. عندك عندك هيل ولا؟ عندي عندي هيل عندي هيل. الجهاز ملون الجهاز ملون. فيني مكينة. يلا قاعد هيل نفسي انا. مش كان بالحلم
انت روح سوي شوف في جهاز على يمينك شفته داخل البيت سوى انا بي لك ها عيدان داخل البيت في اي دا او ما جبته راح تلقاه على يسارك اه شو مكان هوكيك اوكي اوكي انا يجي لك ها يلا اخر اثنين اخر اثنين جهازك راشد فيه ما اقدر اسوي لا لا سوى كمله تقدر تكمله انا بلنا طلع عندي سوى هو طقني بالحظ تعال انا هناك تسوي والله ما هو ما هو عفسني كيني ما عفس شو شاف يا مكانك انت تيب تيب انا جالس طيب شو مكانك يلاحقني داخل بيت داخل بيت منزل انا قاعد اهيل قاعد اهيل اللي داخل البيت ترى مو مصفرة على فكرة اي عادي في واحد هناك صاير بروحه عادي تعني يا شباب اتوقع قولي قولي ايده سيدك كل سيده اوكي ما يا من سعد يا ام ها ضايمين يا سعد وي باقي شعر علشان اتهيل تعال تعال هاي البعض تعال شدينك يام يام تعالي يلا يلا قاعد اطلع من الحلم ويك تعال بسرعة بسرعة دوس 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 ركض 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 راشد يايك 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 انا رايح حق ماما منو هذاك اللي هناك ركض 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 راشد ترى ما تشكك ركض يام ترى مو عندي يايك يايك والله يايك اختفى ثلاث مكان يا شباب يعني يمديكم مو لازم اللي ضروري عند البيت اللي كان صفر او صعب مرة ثانية ثنتين ويع ويع عندكم ثلاث مكاين دور عن اثنين الباص يلا يلا الماكينه هذه اخنا يبع طول جاب قال لي راشد ليش الماكينه عندي شيء حلو جا 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 انا مت انا مت انا مت انا مت خلاص ليش كذي تصير شلون كذي طول انا طول نحش بعيد ما هو بسرعه قطها براسي قال طول قطها براسي والله طولت والله طولت يعني انا بعيد شو اسوي انا بعيد ولحسه المفروض شو يسمونه تعيل لي واقف almost full ترى انا واقف قاعد يرسك يلا عادي ناخذ الدنيا ترى فجرت وطلعت من الحلم تصدق عزيز حكام طلعت بعد لما تفجر جهاز الحين شلون يا شباب في ماكينة واحد في البيت واحد يسوي بالماكينة أنا بسوي هذا كفو كفو يامي كفو يامي كفو يامي كفو الأسطورة والله أسطورة كلب شو أسوي يا ولد عادي 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 أدري عادي بس أم كلب ملادي المفروض ترد عليه انتقل انتقل ما يدري عنك كف كف والله برشته كف اي حد يهيلني وينكم يا شباب يلا يا جماعه لازم لان اخر جيم فلا تخلونا خسران طلع ماكينه طلع ماكينه مات ليش بالحلم يلا عليك عيدان ما كمل جملتك ما له شغل ما له شغل لا طاح تحت الهوك طاح تحت الهوك يلا وداع يا راشد ما وين لا لا بعد باقي هاي زين زين كمل مشكلة فيه ماكينة داخل جايك 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 شال الماكينة اللي مو راضية تخلص سوى تيليبورت قول لي سوى تيليبورت دينك ها سوى تيليبورت وراح الماكينة عيسارة متأكد مو موجود مو موجود خلنا هاي البعض تعال تعال يلا يلا رجع رجع الحقني 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 شدينك الحقني الحقني خلع على الطيور الطيور ترى ضحتنا والله طيور عشقها تطلع وينك؟ تليفون شدينك وينك؟ شدينك وين شافك؟ شلون شافك؟ خلع عليك شكله قاعد يشوف نقط الدم اللي بالارض يمكن ايه تقدرون تنتظروا تقدر يمديك دش 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 تحت الكا اوف فوق يمديك كان سوى الستان انتوا شباب لازم تتعلمون على الستان والله كان نقفتوه والله حرام حيوان قاعد يطق وقريب من الماكينه يعرف اي طيب عزيز ما ايش قاعد يسوي؟ شنو ايش قاعد يسوي؟ انا كنت قاعد اسوي كنت بسوي الماكينه اللي بالجهاز تكت حلمي ورحت حق الهرجه
ماكينه بالنص راشد انه ما خلانا هناك وما يخلينا هناك ما يخلينا نسوي الماكينه ذيك شن بعض 200 عرفت اغنيه هذيك راشد الياباني سايونا راته سايونا را يلا عزيز زوما ويلا يلا لا تخلونا خساره يا جماعه لازم واحد فيكم يطلع طلعت انا انا ابي الماكينه انا ابي الماكينه هذه انا منور بسوي الماكينه هذه لا يلا لعبه خره ما هو لعبه زين افا افا تفجير خلاص زقت وراي ما مهم طعمه يا ابليا كي يطلع دم الماكينه شنو هذا دم هذا هو 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 يسوي تلبورت عزيز شافك عزيز شافك الحاج ما زق علي انا بلعب على جهاز عندي ما ادري عاد اسوي تلبورت والله العظيم ما وكل ما ادري ايش عندك هذا قاعد لك في البيت بالنص من متى من قبل سنوات داخل البيت اقول لك والله اسوي طعيالي ايش الفايده يا اخي ما ما قوم ما قوم ما تقدر تقوم ما اقدر ما اعرف عليك ايش ما يصير السب اي والله ما يبلك يبلك تعطي تاتش روح 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 تعطيه تاتش بس ما تعب ما بيجي هاي هاي شنو شنو هاي في بس الله ايما تبن قوم السلام هلا فين جاوي ويلكم وعليكم السلام ورحمة الله قوم ما قوم بصحتك كلكم جايبين العيد الصراحة بيني وبينكم عادي عادي مو والله صار شيء مستانس والله بودي العيد صاحب البث ساكت ما في شيء يمكن لا راشد انا قاعد امشي بتكتيك انه يمكن ما سمحت سمع فبطوف عرفت وانت قاعد تسوي هايلايت فاختربت لازم ينتبهون بعد مو هذا ولازم لازم نعلمهم شوي شوي ما تفرق يا ولد عيال ناس متربين على بس اي والله يا اهم شيء ما عاد فيهم موافقه حتى مو واثقين ما يبي يذبح ماو علشان لا امبلا خليه يذبح افتك منه لقى هوك على طول الكلب شوف والله من عزيز يلا عزيز شد الهمه ها دور المفتاح ولا كان راح يسكر الباب انطر والله راح يسكر عليك الهاج والله ضحى فيك والله صراحه ما ضحى فيني ما ضحى فيني يلا يلا بسرعه بسرعه روح بطل الهاج عزيز يلا عزيز بارد الحين سكه لعبه خايس نو يلا ان شاء الله تحصلها عند البيت بالبيت بالبيت بال الشيك على قولتهم ايش يسمونه الشيك لف يمين لف يمين تسمع صوت في صوت يسار عزيز يسار وين راح عزيز انت ماجد صار قاعد اسمع هني وينها؟ فوق 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 نيك ما سمعت ما سمعت يسار بس رد يسار مو موجودة كانت هناك مو لفه ما في يسار ما في يسار هذا اللي صار والله العظيم لفيت يسار وفوق بس فيك انت بس كيف عزيز والله حرام تاخرت شوي شديك وشنو سوى؟ في يسار في يمين صح ولا لا؟ حبيبي في يسار اي بس ما لقيت يسار شو اسوي يعني؟ يلا عاد شو تسوي؟ يلا عاد هذي خسارة خسارة عاد امسح ابوي يا عزيز عزيز دي كيف خليني زق عليك خلنا نطلع شنو هذا؟ والله اللعب مفاخر هو كذي هو طول الوقت يلعب كذي ادواي حسافة طقاته تطلع كثر عليكم شكل مو طبيعي يا عم صدق يلا والله شنو ما فيه ديفور ديفور خساره عادي ديفور ديفور يلا ديفور
عزيز ليش رحت تسابع على فيتي ميني يا ولد؟ ماو تيني انا ما سمعت ولا شيء بالهذا. شوف شلون قاعد اتكلم، شوف انا طول الوقت كنت ساكت ترى. قلتك يسار عزيز يسار اسمع. لا من اول من اول ما ترى من اول ما طلع حاج صراخ صراخ خلاص. انا ما قلت لا انا ما قلت شيء بس. واضح واضح عزيز صوت واضح. لو واحد ثاني وقعد خلاص فيكم. والله يا اخي والله حاج خليك اول شيء اوكي وش يوم يلا يلا وانت راشد يلا يلا بعدين ما يسار خلاص استغفر الله. باين انه يسار عزيز يعني يسار يرجع صرخ يعني ما اسمع انا شلون بسمع والله عزيز كنت بوجهك والله مو قصدي ما قاعد اسمع ولا شيء والله العظيم اني ما سمعت ولا شيء خلاص خلاص شلون بروح شلون سمعنا احنا طيب شلون بسمع انا وانت قاعد تصرخ انا قاعد اقول انت قاعد تلعب احنا سمعنا اي بس انت وانت ما ادري وين يسار انا كل مره ترى العب عادي اعرفها يا اخوي ولا في سار هو لا في سار قلت اوكي عزيز يسار رجع يسار انا كنت قاعد اقول والله العظيم ما سمعت ولا شيء يا سمع آه. والله ما سمعت ولا شيء ايش فيك انت خلاص صح خلاص يا جماعه انتوا الموضوع بلا ساكت قاعد يسالف مليون مره خلاص خلاص يا جماعه خلاص شيني شق والله صح انتوا كلكم الاربع كلكم غلط هو صح 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 ما قلت حق احد غلط ولا حد صح غبره رب الكعبه ليش انت شو يا رب ديفول ديفول الحين هذا لو لاعب مستر شمات على طول قبل الله يطب الهات اي لازم اموت انا هذه وظيفتي قبل الله يقول هذا يسحب يموت يما عزيز ضيفي شنو الماب الجديد اللي حاطينه؟ اراني ما في حاطين باب ما في خمسه تاكد مستحيل شلون أول سويت يا شباب إيش فيكم؟ سويت ما ضفني راشد. عارفين يوم ماب ولا؟ نشوف. مو ماب جديد أور نيكس ماب أنا قسم بالله إني أهبل يا ولد. أور نيكس ماب. أوتلاست ما فيها أوتلاست ما فيها؟ أوتلاست ما أتوقع دقيقة نشوف. ما في صدق ما في شيء. لا أوتلاست ما مسوي شيء. نحاش من واحد مليت لا تكون هذا يقول صوالكم اللي دخلين أبيع ها؟ طب انت ترسمون؟ اه لا تسمح مليت من هذا والله العظيم واحد ده وليك القل حق أحد أهم شيء رسمه محترم حق الستريم لا بس يوقف الستريم حلو عشان اوضح عادي عادي اوقف ارجع لا 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 غشمر بالعكس عادي انا اختياراتي حلوه بس انا شنو ديفور ولا بتلعبون الرسم ولا شنو ما فهمت رسم يلا خلاص عزيز يقول ما لك خلق الحق احد والله يا اخي ما لك خلق الحقني بس والله صدق هذه اللعبه تلعب اعصابك صدق اي مو كذا اتلس صراحه بس مش كمان في شيء جديد يعني صراحه اكثر والله والله اكثر من اطلس لا والله هاي هذا محفوظ باللعبه ما شلون صعبه ديفور والله هيد دي يا شباب الحمام تيتو 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 شكرا تعال عليك تيدم فضل لما تيدم بسوي مقطع يوتيوب كله طوط ها ساوند افكت تخليه والله والله ادهان طج شنو؟ عادي عادي شنو ما فهمت ايش قاعد تقول ايش فيكم؟ الثاني هذا الابيض وين؟ ما مات عليك عزيز ما ادري ايش قاعد تقول والله قاعد هذا نزلت زي ون بيس هذي نزلت زي ون بيس يا الرابع بقرها ما حقرها تصريب راشد يقول لك قارب يقول لك قارب لا يقول لك قارب للحين النون ما في شيء حقه شنو يعني برا النون شنو قصدك ما فهمت نون باينري وشنو؟ النون يعني ما يدري شنو ميت هاي يقول لك اوكي جي يقول
او كي جي شو اسمه والله مسكين دار زواج ليه او كي جي تدري شو صار قال على الجنش صار رجل ثلجي او كي جي آه ما قلت عليك انا قاعد او كي جي ارتفع صار نائب شو اسمه حق لا لا بلاك بيرد حق بلاك بيرد شيريو مطر شو صار شيريو صار شو والله كلب شيريو الصراحه ما قالوا ما قالوا شيء ما قالوا صار برق اقول مطر والله بط كبدي هذه حركات سودة ما عندنا طريقة واحدة شلون شخصيات خدعة و معناه مع السلامة كل شوي كذي ما يصير يعني تجمع على شخصية واحدة ويطلقونه بس بالجزيرة بيرونا وش اسمه موريا موجودين موريا اتوقع يسوون شيء بحط ظلمنه يعني ياخذ اظلالهم الجنود اللي موجودين ويحطهم بقارب شنو هذا شنو هذا ايش بتصير ليش ما تصير هو شوف الصراحة احسن من اللي صار القارب ليه ما يندرى هذا تشويق بس شيء ما اتوقع راح يصير في شيء يا عمي ما علي ما يفرق زين هذا اللي كان وياه النائب ماله وينه هذاك قوي شخصيته منو اللي النائب مال القارب مال القارب ايه بكبوس اللي كنا شارلوك هولمز عرفت والله ما ادري هذاك عاد عجيب هلا بات هلا والله هلا بالحلوة ويلكم الحين اقول لك تلميذي كوبي اخر شيء انخدع بدقيقة مستقبل البحرية واضحة والله اول انا ما شفت هذه فهمت على طول هو ما عنده زين لوحده وده بس هذه الطريقة زين شو بسوي لك اوهايو